طبعا احنا مشاركتنا بجايتكس 2020 يعتبر جزء مهم جدا بالنسبه لنا، وخصوصا انه هو اجى بعد جائحه كورونا اللي كانت فرصه لنا، نحن استخدمناها كفرصه لاطلاق وتجهيز منتجاتنا العالميه. طبعا احنا بنتميز ان احنا شركه اماراتيه، صناعه اماراتيه، واهم شيء عندنا اطلاق جاسر، وتم اطلاقه بجايتكس 2020. جاسر هو روبوت امني صناعه اماراتيه، مميزات عديده جدا، واستخدام الذكاء الصناعي للاستشراف او للبحث عن القواعد البيانات الخاصه فيه. طبعا نحن استغلنا الجايتكس، والحمد لله كان القبول او القبال على جايتكس مميز هالسنه، انه في دايفرسيتي ضخم وفي من عديد الجنسيات، وان شاء الله نكون يعني فرصه لنا للطموح العالميه ونشر المنتجات الاماراتيه كروبوتك وكذكاء صناعي على مستوى العالم. الحمد لله يعني رجعنا على جايتكس 2020 مع كل الظروف اللي صارت، بس لا الحمد لله يعني جايتكس انه ماخذين كل الاجراءات والاجراءات الوقائيه مثل ما شايفين، مع تباعد اجتماعي، مع تعقيم مستمر، حتى عنا بالستاند هون مثل ما بتشوف كل الاجهزه اللي عم نستخدمها عم نرجع نعقمها، ويعني التجربه عم نعيشها، بس طبعا حسب الظروف في اجراءات لازم نتخذها، بس الحمد لله يعني في حضور منيح والزوار كله عم يشارك وفي تفاعل. اليوم الحمد لله يعني كان بعطانا نظرة أقوى لجايتكس 2020. كان في عنا تخوف بهالسنة شو الإنجازات اللي عملها والتحديات المعروفة بسبب 2020، بس الحمد لله جايتكس 2020 أعطانا أمل أو أعطانا بيتر فيجن للمستقبل، يعني العالم إن شاء الله رح يرجع مثل ما كان، وكيف الناس صار عندهم انترستد أكتر أو صار عندهم مثل توقعات أكثر من ناحية التكنولوجيا، كيف التكنولوجيا صار لها دور أهم يوم عن يوم عم بيزيد، وبسبب التحديات الأساسية زاد دور التكنولوجي في عالم التطوير وعالم الحكومي والخاص في الشركات. لاستخدام التكنولوجي مش بس لحفظ المعلومات، صار في عندك تحول أكثر لتحفظ المعلومات وتحليلها وتنفيذها والتوقع منها.